استنى زمن العوالم. ازاي بقى حالنا كده يصعب عالكافر؟ ازاي بقى كده يصعب عالكافر؟ وكل رسمالنا ما تجيب لي من الاخر، ونغني مهرجانات من بعد يمسى، ونغني مهرجانات من بعد يمسى. طلاك في فلوس سر ومفتح عينينا. وقربنا بقى ماله وبقينا نستاني، بنعلي في المجنون ونوطي في العالم، وكل شي مالوف والكل خلف انظر. يا عمي مش محسوب يا حلو طعم المر، وكل شي مالوف والكل خلف انظر. يا عمي مش محسوب يا حلو طعم المر. احلم ولو ما تكون برضك هتفضل حر. ازاي بقى حنا كده يصعب عالكافر؟ ازاي بقى كده يصعب عالكافر؟ وكل رسمالنا ما تجيب لي من الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير، اهلا بحضراتكم وحلقه جديده. وبوضوح احنا بدأنا يمكن مع بداية الأسبوع أهم الأعمال المتميزة اللي أذيعت على شهر رمضان اللي استحقت احترام وتقدير المشاهدين. الحياة لما بتبقى نمرة واحد مش بيكون نمرة واحد من فراغ، بيكون نمرة واحد لأن الأعمال اللي فيها أعمال نمرة واحد. ودي كانت الميزة الحقيقية في خريطة رمضان السنة دي، أن الأعمال اللي أذيعت على شاشة الحياة اختيرت بعناية شديدة جدا وبانتقاء فني ومحتوى متميز، وعشان كده تستحق هذه الأعمال أن احنا نشيد بيها، تستحق أن احنا نشيد بصنعها، تستحق أن احنا نهتم جدا بهذه الأعمال الجميلة ونثمنها ونكرم أصحابها لأنهم قدموا لنا أعمال راقية وجميلة وتناقش قضايا في ظل مجموعة أعمال أخرى لم تعرض في القناة لكنها للأسف الشديد لم تكن بنفس الكيفية من الجودة. النهاردة معانا أسرة عمل مسلسل من المسلسلات الهامة جدا، وسر أهمية هذا العمل أنه هو بيناقش قضية من القضايا اللي أنا بعتبرها من أهم القضايا النهاردة، قضية صناعة الإنسان، صناعة فكر الإنسان اللي هي التعليم. فهذا المسلسل رغم أنه هو مسلسل أنا بشوف أنه هو فيه يعني ملحمية ومليء بالأحداث، إخراجه أكتر من رائع، تأليفه أكتر من رائع، إنتاجه إنتاج راقي جدا لأن منتجه منتج فنان بالدرجة الأولى، والفنانين فيه كلهم فنانين كل واحد تم اختياره بعناية شديدة، وبعضهم لعب أدوار أتصور أنه بيلعبها لأول مرة. بتكلم عن العمل المحترم بين السرايات اللي أسعدنا جدا في رمضان السنة دي، ومعايا النهاردة نجوم العمل ومنتج العمل عشان نقول لهم شكرا ونحييهم. والحقيقة قبل ما كمان أقدمهم، الحقيقة كان في ضيف، وضيف كان عزيز جدا على قلبي وعلى قلوب ملايين المشاهدين، وكنت أتمنى أنه يكون معانا النهاردة حاضر معانا، لكن إرادة الله سبحانه وتعالى أنه هو يسترد ودعته. الفنان الكبير سامي العدل أحد أبطال هذا العمل للأسف الشديد مش معنا، لكن هو في مكان أفضل. لكن إحنا بنهدي هذه الحلقة لروح الفنان الكبير سامي العدل أحد أبطال مسلسل بين السرايات. وخليني أرحب بضيوفي صديق العزيز الفنان الكبير باسم سمرة. أهلا بيك وسعيد جدا بوجودك معنا النهاردة. أهلا بيك. أهلا بيك الفنان الكبير سيد رجب. أهلا وسهلا، أسعدتنا ونورتنا. المنتج الكبير دكتور جمال عدل اللي أنا بشوف أنه مش بس عمل مسلسل بين السرايات باقتدار، لا، عملت بين السرايات بجمال وتحت السيطرة بعظمة. وطبعا حارة اليهود بشيء جميل جدا. مهنيك على كل أعمالك اللي أنت بتقدمها. ربنا يخليك. أنا اللي بنهنيك نورتونا.
الله يخليك. خلونا نشوف الاول البروفايل عدناه عن المسلسل وبعدين نبدا حوار. اتفضل. قائمة أفضل الأعمال الدرامية في رمضان تربع مسلسل بين السرايات الذي أثار جدلاً واسعاً بعدما ناقش أخطر قضية مجتمعية وهي التعليم من منظور رواد أشهر منطقة طلابية وهي بين السرايات. بين السرايات بتمس على بين السرايات. يا سلام. بين السرايات بين السرايات بين السرايات بين السرايات بين السرايات بين السرايات بين السرايات. أنا عايز حدي نفسك. بين السرايات يعني مملكة الوطن. منطقة تحتضن واحدة من أشهر الجامعات في العالم العربي وهي جامعة القاهرة. بدأ مشوار النجاح على يد المؤلف أحمد عبد الله الذي أجاد في كتابة النص الدرامي بطريقة توحي بأن المؤلف استغرق وقتاً طويلاً لمعرفة كافة تفاصيل الحياة في منطقة بين السرايات. واستطاع المخرج المميز سامح عبد العزيز أن يواصل سلسلة أعماله الناجحة مع المؤلف أحمد عبد الله ونفذ النص بطريقة محترفة، وكأن أبطال العمل هم جزء حقيقي من الحياة في بين السرايات. ازيك يا ايه؟ الله اكبر الله اكبر. كبرت؟ بنتي في سنه كام؟ بقيت فوله سنه. الله اكبر. عمال يا رب ما اشوفك دكتوره. لا انا عايزه يبقى عندك زخانه. اما ابطال العمل فكانوا اهم عوامل النجاح لانهم تفننوا في تاديه الادوار بسبب الفريق المتكامل الذي ضم كوكبه من المع النجوم: باسم سمره، سيمون، روجينا، صبري فواز، ايتن عامر، محمد الشرنوبي، نجلاء بدر، محمد شاهين، نسرين أمين، سلوى عثمان، عمرو عابد، سيد رجب، طار عماد، والفنان الراحل سامي العدل. انت رايحة على فين يا بلد؟ ربنا يستر. بقول لك ايه؟ ما تديني علم يا زينهم، تدوني بكام؟ علم ايه؟ ليك انت؟ انت حبيبتي؟ ايوه. 35 جنيه. تصدق انك ضلالي؟ وهاخد علم برضه. مصر لو لقيت العلم مصر اللي عايز علم مصر. لم تكن شخصيات درامية ظهرت في مسلسل بين السرايات، لكنهم شخصيات حقيقية جسد من خلالهم فريق العمل مدى الفساد الذي يعشش في منظومة التعليم. أنا ناوي ده من ساعة ما قبل. يعني زي ما شفنا يمكن في البرومو بتاع المسلسل قد ايه العمل مليء بالشخصيات الفنية المتميزة امام الكاميرا وبرضه خلف الكاميرا. الحقيقة لان صناعة الدراما التلفزيونية مش بس قدام الكاميرا، في صناعة اخرى كبيرة ومؤسسية جدا بتكون ورا الكاميرا. خليني ابدا اول بدكتور، يعني ارحب اولا بالمخرج الكبير سامح عبد العزيز انضم لنا دلوقتي. انا بقول سامح عبد العزيز مخرج الواقعية الجديدة لان الحقيقة كل اعمالك متماس مع الناس. يا رب. في تماس بين واحد من الناس وبينك كده تحس. على فكره انا اخذت منك شويه افكار لان احنا ملهمين لبعض كفن. يعني انت لما بتنزل للمناطق اللي نزلت كان فيه عشوائيات في واحد من الناس تحديدا، يعني كان اللي هو بداياته لحد دلوقتي. مسيت كان في تراك كده بينزل اللي هو بتاع ياسر عبد الرحمن. ايوه. انت بتلمس قلوب ناس كتير في المشاهد دي، فخلتني انزل فعلا نبص للحاجات دي. انت قربت ان الفن ما يبقاش عائق. يعني اللي ساعات نعرض حاجه زي كده في التمثيل يقولوا معقوله في كده؟ لا، انت اظهرت اللي هو الحقيقه يعني. وانت اظهرت الجانب الاجمل في الدراما انك انت عملتها بشكل اكثر تفصيلا كمان، لان احنا يمكن بناخد الموضوع بمجمله. فانا بهنيك يعني على كل اعمال. دكتور جمال، يعني انا عايز اعرف الفكره جت ازاي. يعني احنا قدام عمل بيناقش قضية خطيرة جدا والبطل بتاعه راجل ذئب، راجل متلون ومتحول ويحمل في شخصيته تناقضات غريبة جدا. شفنا في باسم السمرة الولد اللي قاعد في الجامعة مش عايز يسيبها عشان شغال في بيزنس التجارة والكتيبات والنشرات والملازم وبيزنس. شفنا الشخصية اللي بتمشي أخوه الكبير، شفنا اللي مصاب بالعقم وعايز يخلف، شفنا
الاختيار بقى اختيار الموضوع وانك انت تمس قضيه التعليم اختيارها جه ازاي؟ هو اقدر نقول للمشاهد ان احنا بنشتغل بكذا طريقه، سواء كان عندنا نص بندور على مخرج وابطال، سواء عندنا مخرج وبندور احنا اتنين على نص، او في الاول هما اتنين في نص ومخرج بيجوا لشركه. فهو النص ده جابوه لي الاستاذ سامي عبد العزيز والاستاذ احمد عبد الله، وانا لما قريته عجبني جدا. وكان قبليها كنا قاعدين مع الرئيس السيسي في اول اجتماع اللي كان فيه فاتن حمامه، والراجل كان بيقول ان التعليم تدهور اول الفتره الاخيره وانه المفروض نهتم شويه بالتعليم. فانا لما جيت قريت الموضوع لقيت انه يعني بيناقش خبايا وتفاصيل جوه العمليه التعليميه انا يعني اهتميت بيه كمان. كمان المنطقه الشعبيه بتاعت بين السرات والحي وتفاصيله وطريقه التعليم والناس ازاي بتغش وازاي بيعملوا، يعني هو في خبايا انا شخصيا اتفاجئت وانا بقرا النص فيها يعني. فابتدينا من هنا ان احنا نعمل العمل لما عجبنا كشركه ابتدينا نعمل. استاذ سامح ليه بين السرايات؟ انا عارف الاستاذ احمد عبد الله طبعا بنحييه وكنا نتمنى يكون معانا النهارده، هو راجل من منطقه بين السرايات اساسا. انا عارف ده كويس. اختيارك للنص كان بناء على ايه؟ يعني هو قاعد في المنطقه دي ولما بروح له بشوف ان في ناس بتصور ورق وناس جامعه، يعني التجاره بناء يعني طبعا يعني استاذن حضرتك في حاجه، يعني احنا الطرح الفني حصل، كنت اتمنى مثلا ان احنا نلاقي مثلا حد من وزاره التربيه والتعليم، حد من وزاره التعليم العالي، حد، عشان هو الفن بيعمل اللي عليه يعني، واحنا بنطرح بس الموضوع صحيح. والمفروض الموضوع يتناقش بشكل طبعا اوسع من كده. احنا بالنسبه لنا احنا عملنا الطرح الفني خلاص، مش هقدر ان انا اشرح اللي عملت ايه او العمل بيقصد ايه، ولكن هو احنا كنا عايزين نوصل منه ان الناس ماشيه تجاره جدا جنب العمليه التعليميه، نتمنى ان الجامعه تحافظ على الماده العلميه بتاعتها، وان التجاره برضو الناس البسيطه اللي اكل عيشها عن الموضوع ده انهم كمان، لان دي حياه اجتماعيه برضو، عندهم برضو اسره وعندهم حياه كل يوم وده اكل عيشهم، فازاي نعمل التوازن ما بين ان نحافظ على الماده العلميه وان احنا نحافظ على اكل عيش الناس دي. هي دي يا رب. هي الحقيقه قضيه خطيره ان هي اول مره حد تناولها بصراحه في التعليم، يعني في ناس اكل عيشها من الملزمه دي وفي ناس عشان كده عايز يقبض في الجامعه مش عايز يسيب الجامعه بالظبط، وفي ناس بسيطه جدا بتعرف. وعلى فكره ده موجود يعني طبعا. الحقيقه طبعاً. انا الشخوص والناس انا عايز اقول لحضرتك ان احنا جبنا ناس من بين السرايات، من حي بين السرايات مثلوا معانا طبعا، بين السرايات ساعدونا ناس كثيره جدا بين السرايات، بنحيي اهالي بين السرايات. ايه بقى انت يعني؟ بس هو مش بين السرايات فقط يا استاذ عمرو، يعني هو على التماس مع الحي الشعبي المصري مظبوط في كل المناطق. هو انا اظن هو كان رمز يعني اختيار اسم بين، هو رمز للحي الشعبي. لكن اختيار الاستاذ باسم سمره، انا عايز اعرف لما جالك الورق تعاملت معاه ازاي؟ بص هو انا يعني هقولها بالشكل البسيط، يعني انا داخل سباق المفروض وعايز اقوى المواتير الموجوده في السوق المصري الناس اللي هي بتستغرق في المشهد، فما لقيتش طبعا اجمل من الكرو اللي انا اشتغلت معاه ده كله، وكنا لان ده بيخلق حاله من الاستمتاع في المشهد ان احنا ندخل عند اسيب ان باسم صبر ممثل جامد قوي يعني طبعا جامد هو قوي. بس عايز اقول لك باسم سمره ممثل طول طبعا، لان هو بيعرف يجسد الشخصيات المتنوعه اللي بيعملها زي الاستاذ سيد رجب كده برضه، غول برضه. وانا شبهته قلت له انت احنا قاعدين، قلت له انت عامل زي القاعد على الاحتياطي نزل جاب جول. لا بالعكس استاذ، الناس كلها استاذ باسم انا بهنيك وبقول لك مبروك، وانا سعيد بكل اللي انت بتعمله. الحقيقه انت كل مره بتثبت انك انت بجد فنان مختلف ومتلون وبتعرف تلعب كل الادوار. تعاملت ازاي مع الدور ده؟ طبعا الترشيح في البدايه جه من استاذ سامح عبد العزيز واستاذ جمال العدل، وانا سبق اشتغلت قبل كده مع سامح عبد العزيز واحمد عبد الله فيلم الفرح ومسلسل الحاره. وطبعا مع سامح برضه عملت فيلم كوميدي اسمه تيتا رهيبه، وهو برضه اللي قال لي تعالى اعمل، فكان مع محمد هنيدي، فدايما بيختارني في ادوار مختلفه ومتنوعه يعني. والقضيه اللي بتناقش في مسلسل بين السرايات قضيه مهمه جدا، انا مقتنع ان من غير تعليم مفيش اقتصاد، مفيش سياسه، مفيش تجاره هتبقى كويس، يعني لازم النشأه او البيبي اللي بيتعلم من التعليم الاساسي لازم يتبني كويس ويتصرف عليه كويس عشان النتيجه تبقى كويسه. المسلسل طبعا بيتكلم عن الحي بين السرايات المجاور للجامعه، تأثير الحي على الجامعة وتأثير الجامعة على الحي، وعندنا طبعا أبطال أنا شرفت اللي أنا أشتغل معهم ممثلين زي ما سامح بيقول من
مواتير من اقوى المواتير من اقوى من اقوى المواتير. بس انا عايز برضو عايز اشيد باداء فنانه متميزه جدا. كيف انا استحملتك في المسلسل ده؟ كانت مراتك روجينا. روجينا طبعا. روجينا يعني انا عايز اسالك اولا بهنيك اقول لك مبروك. ايه الخطا قطع؟ انا كان عندي اثنين. طيب ستين ممكن سرين امين. حظه كان كويس المسلسل. فطبعا كان معايا فعلا نجوم انا اتشرفت جدا اشتغلت معاهم وساعدت بالعمل معاهم سيمون وروجينا وايتن وسيد رجب وصبري فواز ومحمد شاهين ونجلاء بدر والنجم الكبير الله يرحمه حبيبنا واستاذنا سيستم العدل الله يرحمه وتوفى طبعا في ايام مفترجه وربنا يعني يجعل مسواه الجنه ويصبر اهله. مش عايز انسى حد. الدور كان فيه يعني في تحولات لما بيجي نتكلم بلغه الدراما وطبعا انتوا كلكم اساتذه الدراما يعني فكره رسم الشخصيه الحقيقه كنت لسه بتكلم عن شخصيتك وبقول الشخصيه اللي بتحمل كل معاني التناقض الحقيقه واللي هو العقيم اللي يتمنى انه ينجب بتاع الستات في نفس الوقت اللي قاعد في الجامعه عشان يدرس هو مش بيدرس او بيتكلم مع الدكتور واللي بيقود اخوه الشخصيه اخوه الكبير واصبح اخوه امع يعني هو اللي بيسيطر عليه وفي الاخر بيتمرد عليه الاخر. تركيبه صعبه قوي عشان تقدر تمسك المفاتيح بتاعتها. اظنك تعبت فيها ولا ايه؟ استمتعت. الورق يعني ايه الصعوبه قابلت ايه الصعوبه في إيه؟ الورق مكتوب كويس ومع سامح ما فيش صعوبه. سامح كان عنده اوضه كده مسمينا احنا المطبخ يعني مطبخ حقيقي فكنا بنقعد بنشتغل على الكاركتر او على المشهد اللي احنا داخلينه مره واثنين وثلاثه وما بندخلش فعلا غير نكون جاهزين يعني. ومعظم اعتقد معظم المشاهد اللي عملتها مع سيد او مع روجينا كان وان شوت. طب هي رجعت معنا تاني مدام روجينا. مدام روجينا انا يعني بهنيك يا روجينا بقول لك مبروك انت امتعتينا بين السرايات. اولا مساء الخير عليكم كلكم كل الموجودين. انا اسفه ان انا ما بتفرجش بس بسلم على كل اللي موجودين. احنا معانا المخرج الجميل سامح عبد العزيز والمنتج العظيم دكتور جمال عاد والفنان سيد رجب والفنان باسم صبري. مين الرئيس فيهم جمال ولا سامح عشان نعرف؟ استاذ جمال الاثنين رئيس. اتقدمي يا روجي. ازيك يا جوجي؟ يعني بتقولي مين رئيس فيهم لسامح ولا جمال ولا باسم؟ سامح في التصوير يا رأي. لا سامح يا استاذ. اه استاذ جمال عدلي بقول يا رئيس مجازا يعني. الحقيقه بنهنيك على الدور وبقول لك مبروك. انت عملتي الدور جميل. احكي لنا بقى يعني اختيارك ازاي تم وتعاملتي مع الدور ازاي؟ والله انا الحقيقه يعني بقول حظي وانه ربنا بيحبني ان انا كتب لي السنه دي ان انا اعمل المسلسل ده. والحقيقه اول يعني ما اتبعت لي الدور انا كنت سعيده جدا 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 يعني حابه التركيبه لانه انا يمكن اشتغلت مع استاذ سامح عبد العزيز استاذ احمد عبد الله قبل كده في الفرح وكان نفسي اشتغل معاهم فيديو. فالحقيقه يعني توجت الموضوع باني اشتغل في بين السرايات بخلاف انه انا بالنسبه لي استاذ جمال العد يعني انا اشتغلت معاه قبل كده وبحب اشتغل معاه لانه انا بحس انه منتج فنان مش منتج يعني هو صحيح. هو بيحب قوي المواضيع اللي بيعملها بيشتغل بشكل فني جدا 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 بيحب الممثلين قوي قوي بيحب العمل الفني بشكل عام فبحس انه هو يعني بيدور على النجاح. وشرفت وسعدت وبقول والله العظيم لو انا السنه دي يعني مثلت كويس بين السرايات بسبب العملاق باسم الصمري حقيقي. والله العظيم لانه انا من زمان كان نفسي جدا جدا اشتغل مع باسم وكنت كان بيستفزني كممثل والحقيقه انا لما اشتغلت معاه حسيت يعني انا بقول انا بدعي لكل زمايلي اللي ما اشتغلتش مع باسم يا رب تشتغل معاه وتشوف قد ايه الزماله وقد ايه بيحس الممثل اللي قدامه جدا وبيديله يعني انا الحقيقه كنت سعيده جدا جدا جدا. انا مش عارف اقول لك ايه بس انا كنت مبسوط اكتر منك. انت ست بروفيشنال جدا وعلى المستوى الانساني انت اختنا وحبيبتنا روجينا. قولي بقى أكتر المواقف اللي يعني مش ناسياها بينك وبين باسم وبينك وبين كرو العمل ايه بقى؟ في مواقف كده تبقى دايما يعني بيسموها الكواليس زي ما بيقولوا. والله عايزه اقول لك حاجه استاذ عمرو يعني انا يعني مش كلام على الهوى انا بقول انه مسلسل بين السرايات كانت من احلى الكواليس اللي اشتغلتها في حياتي وكنا بنات كتير بس كنا بنحب بعض. وكمان عايزه ما انساش حد مهم جدا كان سبب مهم جدا جدا في نجاح المسلسل
إسلام يوسف حقيقة. هو يعني أنا بقول إنه هو جندي المجهول والله العظيم حقيقة. لا أنا بتكلم برضو الأجر كان كويس، خدت الأجر كله في متأخرات يعني أنا بتكلم في موضوعات تانية روجينا فهميني يعني أنا برميلك اللي فاتت والله العظيم عشان هو قاعد من أحسن شركات الإنتاج طبعا والله العظيم طبعًا. وأنا بحلف طبعا لا يعني كواليس حلوة يعني كمان سامع عبد العزيز كده ما تحسش إنه مخرج هو سامع بقى من كواليس حلوة يعادك كده ويقول كل اللي عنده وإنت كمان تطلع كل اللي عندك بسهولة ويسر فتبقى مبسوط يعني من النوع اللي ممكن يدقق في التفاصيل يقول لك لا الأداء أنا عايزك تعملي يعني في مخرجين بيهتموا ونادرين الحقيقة اللي بيهتموا بيسموها بالدراماتيك دايركشن أو توجيه الممثل أنا عارف إن سامح من الناس دولت يعني إيه المشاهد مثلا اللي توجيهه ليكي فرق معاكي في الدور مثلا وانت عندك ماستر سين كتير ما شاء الله في المسلسل لا والله العظيم هقول لك على حاجه مشاهد كنا بنقعد في الاوضه الاول اللي هي المطبخ لو مطبخ مطبخ المطبخ طبعا وبعد عايزين تاكلوا عايزين تشربوا تاكلوا شوكولاته يدلعنا الاول ده مطبخ بجد بقى يعني مش والله العظيم بجد ده مطبخ وبعدين وبعدين انا كنت بقول الكلام كده فجاه سامح عنده احاسيس ما عرفتش جابها منين يعني انا كنت اقعد اقول له يعني انت ليه ازاي شفت الجمله كده يعني ازاي جت من هنا احاسيس غريبه جدا جدا ثم اخش نعمل المشهد بقى في وسط اللوكيشن يقول انا عايز ثقافه البولشوي هو بقى يقول لك على ثقافه البولشوي دي اللي هو ما فيش ايه ثقافه البولشوي دي لا انا يعني بحس ايه ثقافه البولشوي مش قصدي المعنى ده يعني هو بقى عشان بقى الكرو بتاعي فهمني يعني عايز نبقى منضبطين كاننا منضبطين كلب شوي في عرضه ايوه بالظبط فنبقى بنستمتع وبنبقى ساكتين وبنبقى وبعدين شويه اقول لهم احنا النهارده هنعلي صوتنا ونهرج هو بيبقى زي الغواصه او زي رحله او تريب هو بيقول جمله يدخلك في مود يعني مثلا يقول لي يا باسم انت مش نفسك تقول لها عايزين بطاطسيتين محمرين وبتاع فدي بقت ليها معنى فيقول لي يا باسم قول لها عايزه بطاطسيتين محمرين فيبقى مثلا احنا هنتعشى ان احنا بص هو الحقيقه بجد ان لما المشهد بيكون مكتوب حقيقي انا بعرف اقراه بشكل حقيقي فبالتالي اعرف اعبر عنه هم يمثلوه بشكل حقيقي هم يمثلوه بشكل حقيقي يوصل للناس خلاص بشكل حقيقي فالحقيقه احمد عبد الله كاتب حاجات ريفرنسيه بجد قريبه قوي من الناس يعني فعشان كده كنت بقول لهم دايما هو حاجه من الناس لكل الممثلين وان احنا عايزين ان بقى الناس بتتفرج علينا وكاننا قاعدين معاهم ودي حقيقه على فكره مش عايز اقول لك يعني. وبعدين العمل كمان يا روجينا فيه ملح يعني فيه حسسني باعمال اعمال زمان يعني حسسني الرقي بتاع اعمال زمان يعني يعني يعني, 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 يعني افتكرت بشوف الحلميه بشوف حاجات الجميله بتاعت زمان بشوف ارابيسك بحس كده يعني الحقيقه انا بفتخر لانه عمل مهم جدا عمل اجتماعي عمل ما فيهوش حاجه تضايق اي حد في البيوت وانا من اول دقيقه وانا بقرا الورق الحقيقه كنت حاسه انه في ريحه حلوه يعني الورق فيه ريحه حلوه في شكل حلو في لغايه ما طبعا ما توج ده كله بالكاست بالناس والحقيقه انا بقى بحيي كل الناس لان كل الناس اللي في المسلسل اشتغلت بجهد وهو ده الحقيقه دي كواليس استاذ سامح عبد العزيز ان كل الناس تبقى عايزه تشتغل حلو قوي وعايزه تبذل جهد وما تبصش على غيرها كلنا كنا بنعمل كده كلنا عايزين نبقى كويسين وكلنا لو في مساحه ان انا اساعد اللي قدامي بساعده وهو كان ماتش انا كنت شايفه انه ماتش تمثيل بينا كلنا كل الناس كانت مختلفه وكل الناس كانت جديده والحمد لله وصل للناس ده مبروك انت عملتي دور جميل في بين السرايات وعملتي دور جميل برضو بهنيك عليه بعد البدايه واكيد هنلتقي فيه كمان قريب ان شاء الله وبهنيك الفنانه الجميله المتميزه دايما واللي بتمتعنا باعمالها الحلوه الفنانه روجينا يعني بهنيك ميرسي جدا وبشكرهم كلهم وبسلم عليهم وبقول لهم كل سنه وانتم طيبين سلام 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 نشوف مشهد بقى لروجينا مع باسم صبري سما سما اصحى سما شوفوا ربنا بعت لنا عطية بعت لنا عطية في الدنيا دي ده ابنك يا ابني انت هتجنبني يا راجل انت ابني مين يا حي
واد ولا بنت لسه؟ استني كده. ده ولد. ولد يا سمر ولد. لسه حبيبي. بيعيط بيعيط. بنفخر وبيسكت. انت بمسك كده امسك هقفل البيت. بس يا اخويا بس يا اخويا تعالى لامك اهو. اقول لك ايه؟ ابني سايده وابني منين؟ بس انا ما اعرفش. الباب خبط ورن الجرس خرجت ماليش حاجه. لقيت الواد ده مرمي وبيبص لي بيضحك. والله العظيم كان بيضحك. يعني جرس الباب رن فتحت لقيته معقوله؟ اه ربنا بعته لنا عطيه من عند الله. يبقى اكيد واحده غلطت جت سابته هنا قدام الباب. ملناش فيه. عطية قلت لنا ورزق جنة خد باب البيت قال لهم لا فهقولها كده. بس اللي سابه ده اكيد عارف ان احنا هنموت على عيل. ده انا هدوس ايده قبل رجله. انت بتقولي ايه؟ طب ما حل حلو كويس الحمد لله. حلو ايه يا راجل انت؟ هنعمل ايه؟ المشهد من المشاهد الجميله جدا. احنا كنا لسه بنتكلم على المؤلف الجميل الاستاذ احمد عبد الله. هو معانا على التليفون عشان نقول له مبروك وبنهنيك يا استاذ احمد. وانت دايما الحقيقه يعني انا اذا كان سامح انا بعتبره مخرج الواقعيه. فانت اكتر واحد غصت في المجتمع المصري وقدرت تعبر عن مشاكل وانات والام واحلام الوسطاء في مصر. بهنيك يا استاذ احمد. الله يبارك فيك. الله يخليك يا دكتور عمرو ومساء الخير عليكم كلكم. يا استاذ جمال يا استاذ سيد يا باسم يا سامح ازيك يا استاذ. يعني انا زي الفل يا استاذ. الاستاذ جمال بالتحديد مبروك. احنا خدنا الدوري النهارده يا استاذ جمال ما تقلقش. مبروك يا استاذ جمال. الف مبروك. ما علينا ما علينا ما علينا ما علينا ما علينا. الف مبروك. احنا يعني طبعا سعداء ان الزمالك خد الدوري وبنهنيكم ودايما ربنا يوفقكم ان شاء الله باذن الله. احكي لي بقى انت كتبت النص ازاي بالجمال ده؟ يعني انا بشبه النص ده وبقول لي لسه لسامح انا بشبهه باعمال على عمالقه اعمال الكبار. يعني انا حتى بقول بيفكرني يعني بروح الحلميه بروح يعني الادب الجميل الادب التلفزيوني. الاعمال اللي كانت بتكتب خصيصا للتلفزيون ما فيش فيها لونجير عشان خاطر نطول 30 حلقه. لا عمل مدروس. كتبته ازاي وهل وجودك في منطقة بين السرايات أثر في يعني في التركيبة الاجتماعية اللي اتبنت عليها الدراما بتاعت المسلسل؟ اه طبعا وجودي في الحي ده انا من صغري وانا في الحي شايف حاجات غريبة حواليا. شايف الجامعة شايف البحوث شايف ناس وسطاء ما بين الجامعة وما بين المنطقة مش عارف انتوا عارفينها ولا حاجة اسمها الأصبحية حاجة كانت اصلاح الحدث يعني الاطفال اللي صغيره وبتاع ودي حتى اتشالت واتعمل مكانها حاجه اسمها كليه دار علوم. ايوه. فطول عمري حتى اللي ساكنين في بين السرايات امالهم انهم يدخلوا هذا الطرح يعني في جامعه كل اطفال بين السرايات. طبعا مش كلهم بيدخلوا بس كلهم يتمنوا انه يعدوا هذا السور. حتى واحنا عيال صغيره كنا بننط نلعب جوه في ملاعب الجامعه وكان بالنسبه لنا جامعه القاهره دي يعني الحدث اللي مش ما ينفعش ما ندخلوش. فانا الحمد لله دخلت الجامعه كنت انا خريج حقوق. كان بياخدني قوي من صغري العلاقات ما بين الناس في بين السرايات والجامعه. كان في الاول زمان خالص كانوا شلوهم علاقه بالكتب قبل ما مكنه السوري اخترعوها يعني. مظبوط. كان في حاجه اسمها مش عارف ناس بتبيع اكل للطلبه لغايه ما اخترعوا بقى مكنه التصوير وجت المنطقه فعملت نقله كبيره جدا في المنطقه وبدا كل انا فاكر كان في محل اسمه لا باس. اسمه ايه؟ لا باس. فاكره انت لا باس ده؟ لا باس طبعا. او لفه يعني. ايوه ايوه اللي هو بعد كده اللي هو لا ده على وزن لفس. لا باس. ايوه انا قديم شويه برضه ابو حميد يعني. ايوه ايوه فعلا. وكان في صبري بتاع السندوتشات مش عارف تعرفه ولا لا؟ طبعا طبعا. بس ده الوحيد اللي موجود الان بيقدم ولا زال موجود يا ريس. ايوه. الام كل الناس تحولوا ولازم يتحولوا طبعا. المصريين متعودين يجروا ورا لقمه عيشهم اول ما يلاقوا في فرصه انهم يترجموا لقمه العيش دي. فشافوا ان الطلبه بيحتاجوا ورق تصوير. بداوا الاول بادوات المكتبات وبعدين تطوروا بقى في مكنه التصوير والورق لحد ما العلاقه بقت وحشه.
لان بدا التجاره تخش في العلم وبدا المواعيدين يتقربوا لاصحاب المكتبات وبدا يبقى في ديل مش لطيف وبدا التعليم يروح في سكه خطر جدا. ومتهيالي يعني ده من اسباب يعني فشل التعليم في مصر ان بقى خريجه الجامعه خلاص مستواها العلمي كده يكون في الحضيض يعني انت عارف يا احمد انا نفسي في ايه يا احمد؟ نفسي ان جمال ياخد المسلسل ده سي دي ويروح لوزير التعليم العالي ويهدوه فكره وما عندوش فكره يعني يمكن ما يكونش شاف المسلسل فيعني عيب اكتر يعني احنا عايزين نشوف المسلسل ويبعت نسخه منه للسيد رئيس الوزراء عشان خاطر الاثنين يشوفوا المسلسل فيعرفوا يعني اذا كنا عايزين نحل المشكله نعرف مكمن المشكله فين. والله يا دكتور هو مش محتاج سيدي يتفرج على المسلسل، هو محتاج ينزل يقعد على القهوه 5 دقايق هناك والله لا يروح الجامعه هيعرف لو راح الجامعه والله لان البنت راحت في سكه يعني حتى المدرس اللي هو يعني المفروض يعلم الاجيال طبعا في اللغه العربيه ضعيف، حاجات كتير جدا ضعيف حتى في الام المنظومه كلها فيها مشكله صح صحيح لا وعلاقه يعني الطالب يا احمد اللي هي كانت يعني هل الجامعه عارفه ايه عن الطالب غير ورقه اجابته يعني ال 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 الفكره العلميه كلها هل في نشاط في الجامعه ولا لا ولا العلاقه بس بطريق عن طريق ورقه الاجابه صحيح ما فيش نشاط في الجامعه في ثقافي واقتصادي ما ده اللي خلى شباب كتير يتجهوا بقى للجامعات والقرايات والكنترول من بدايه ما اتلغى لا اللائحه الطلابيه اللي موجوده بتتغير وما اتغيرتش على الاقل اللائحه 79 دي كان عليها كلام كتير مفيش تواصل بين الطالب وبين الجامعه غير على قد ورقه الامتحان صحيح مفيش تواصل عشان في اسر زي زمان وللاسف ده بدايه المنظومه من اول ثانويه عامه انك تحفظ وتحفظ وتحشي وبعدين تسمع من الابتدائي التعليم الاساسي يعني من التعليم الاساسي اللي هو فيه 50 60 طالب في الفصل والضرب من الراجل ابو خرطوم اللي احنا قدمناه بيجري عشان يمشي من هنا في مشكله ومن هنا المفروض يحصل عدد صياغه في مشكله ثانيه بس في مشكله ثاني انا كان نفسي اطرحها في المسلسل بس مش عارف ما طرحتهاش ليه او ما كانش في وقت الجزء الثاني بقى اللي هي ايه مظبوط التعليم الفني طبعا الطالب يعني بيقعد طبعا خلي بالك يا دكتور عمرو كل خريجه مصر كل خريجه بقول علن كل خريجه مصر دبلومات صناعه وتجاره كل دول كانهم ما خدوش حاجه يا استاذ احمد لما طالب يجيبوا له عربيه موديل 37 ويمرنوه عليها وانت في 2015 يبقى ازاي هيطلع فاهم عربيات يعني انت تتكلم في ايه ايوه صح انا بشكرك وبهنيك ما اعرفش مين بيضحك على مين يعني مين بيضحك على مين البيت بيضحك على الواد ويوديه دبلوم تجاره عشان ياخد الدبلوم ولا التعليم نفسه بيضحك على الناس هو لازم حضرتك يكون في مشروع قومي حقيقي مش كلام لنهضة التعليم في مصر يا رب. يعني عندنا ماليزيا التجربة بتاعتها تجربة أكتر من عظيمة قالوا للناس هنوفر في كل حاجة وهنحط كل فلوسنا في التعليم طلعوا ما شاء الله اقتصاد انت قلت الإنسان نفسه بني الإنسان بنى الإنسان قبل يا ريت والله دكتور عمرو يعني تتبنى انت الحكاية دي برضه صحيح. يعني الروح اللي بنقدمها بإذن الله المشروع قومي وكويس وهيعمل تفاؤل حلو اللي هو قناة السويس التوجه كله ده يبقى برضه ناحيه التعليم صحيح اهم مشروع الاستثمار في التعليم يعني مفيش حاجه هتتعمل غير بالتعليم صحيح. الكاتب يعني الكبير احمد عبد الله بشكرك جدا جدا اروح بقى للمعلم الكبير بتاعنا الاستاذ سيد رجب اولا انا عايز اعرف يعني قبل المسلسل الناس حابينك حب شديد ومقبلين عليك جدا وكل دور انت بتعمله الحقيقه الناس اكيد انت بتلمس ده في الشارع يعني حبيب انت احساسك ايه بالنجاح الباهر اللي عملته في هذه الفتره والله انا يعني انا في مرحله في حياتي مبسوط جدا وسعيد جدا علشان بعمل الشيء اللي انا بحبه اللي هو التمثيل وربنا اكرمني السنه دي ان انا اشتغل مع العدل جروب في عملين حاره اليهود طبعا وبين السرايات وبنهنيك على حاره اليهود يعني طبعا عظيم في فتاوى جميل فخور ان انا اشتغلت في العملين دول وبين السرايات من المسلسلات لما جالك الورق بقى دور المعلم بالظبط انا لما جالي دور في بين السرايات اللي اثارني الاستاذ سامح لان قال لي عايزين نعمل كوميديا بقى وحاجات كده وانا من ايام المسرح لان انا بشتغل في المسرح من قبل كده كنت بعمل كوميديا بس اول ما دخلت بقى السينما والتلفزيون بعمل حاجات بقى دراما وبتاع ما عدا لما بشتغل مع الاستاذ سامح
هو بقى معرفش بيكتشف ازاي المواضيع ديت. فقال لي عايزين نعمل كوميديا فاتبسطت جدا. بس لما قريت الورق فعلا لقيت ان الموضوع مهم جدا، وحاسس ان احنا بنعمل رساله لكل المسؤولين في الدوله علشان يشوفوا القضيه الاساسيه اللي زي ما حضرتك بتقول احنا محتاجينها. كان زمان بفهم ان يقول لك ان احنا هندخل صنايع علشان في خطه تنميه ان هيعملوا قسم مثلا كهرباء عشان يبعتوا للولاد بعد ما يتخرجوا يروحوا السد العالي يبنوا السد العالي يعملوا كهرباء. فكان في خطه تنميه على مستوى التعليم الفني او التعليم التجاري او التعليم الجامعي، كل ده كان بيحصل. دلوقتي ما بقاش فيه، وزي ما الاستاذ سامح بيقول الجامعه فقدت. لا هو للاسف فيه بس ما بيعملش النتيجه. لا ما هو يعني هو موجود ومش موجود. لان ما فيش تعليم بالظبط بشكل عام، وما فيش كمان اي سبورت للطالب انه يتعلم انه يتخرج. كان زمان الجامعه فيها فريق مسرح، فريق كرة، فريق رحلات، فريق ثقافي، فريق شعري، فريق اختراعات. كل ده احنا بننمي اجيال وبنكبر اجيال. دلوقتي فعلا مفيش علاقه بين الجامعه. بتمثل ازاي يا استاذ؟ نعم قول لنا بتمثل ازاي. بتمثل ازاي؟ عايز اعرف بتمثل ازاي. ده سر المهنه. لا قول لنا. انا قاعد بغير الموضوع. انا قاعد مستني الاجابه. قضيه التعليم عايزين ننام. هو لا يعني شوف. لا والله يعني الدور اللي انا عملته بين السرايات، انا الحمد لله لان الكاتب اللي كاتب ومخرج بيوديك كباريه كل يوم الكاتب الوديني السيناريو هو الوديني هو الوديني كاتب راجل غلبان مالوش في الحاجات طبعا. كاتب مهم جدا وكاتب حساس جدا، لان انا بقرا حاجات كتيره جدا وبحس ان المشهد هيتعمل كده، يعني ده الاداء اللي تعمل بيه المشهد. استاذ احمد عبد الله لما بيكتب مشهد بتحس ان هو بيفتح لك افاق للاداء وانك تعرف تأدي. طب انا هأدي كده ولا كده ولا كده. الممثل يناقش كمان لان هو المشهد مكتوب بطريقه مفتوحه خالص، وفي نفس الوقت ممكن يجي من بيته علشان يناقش الممثل عشان نعمل ايه، وفي نفس الوقت في المطبخ اللي مع الاستاذ سامي عبد العزيز. فانا ربنا كرمني بمجموعه هايله جدا، بالاضافه للممثلين اللي انا اشتغلت معاهم كلهم. احنا كلنا اولا بنساعد بعض وبنشيل بعض وبندي دعم لبعض. لما يجي لي باسم انا عملت انا وصبري مشهد امبارح كويس قوي وبتاع وحاجات كده، بس هنعمل النهارده ايه؟ قلت له لا ده احنا هنشد. فكنا بنشيل بعض وبنزق بعض وبنساعد بعض. انا فخور ان انا اشتغلت في المسلسل ده. فخورين بيك وخلينا نستمتع بالمشهد ليك مع باسم. ربنا يخليك. معاك بقى مخرج بقى امسك نفسك شويه. الله وبعدين مش معقول كده. وبعدين ربنا ان شاء الله يعوضك بالخلف الصالح. يا عم سالم حلم اللي انا بتمناه طول عمري كله ما يقرب مني كده يبعد ويختفي. طب اشرب اشرب عشان تنزل. اشرب عشان تنزل. بس يا عم ده كان الكون في بطن امي. ده انا كنت بدات اتخيل ملامحه وشكله. كان نفسي احضنه كده واشيله واعملها عليا زي ما كل العيال بتعملها على امها. كنت بشرب عشان انسى. تصدق بقى اللي انا حاسس ان الشرب ده والرقاصه دي والربي الفلوس ده هو السبب، وان ربنا بيعاقبني عشان انا بعمل كده وحاربني من ان انا بقى. يا راجل مش معقول ما تقولش كده. ده كلها حكمه ربنا. الله انت تعترض بقى على حكمه ربنا مخلص؟ وبعدين انت راجل مؤمن. مؤمن يا عم والله العظيم مؤمن، وعارف ان ده نصيبي ومفيش حل ومفيش امل. مين اللي قال لك مفيش حل؟
ده ربنا كبير يا مخلص. ده بيقول لك كمان اتجوز بدل الواحده اتنين وتلاته واربعه. قصدك ايه يعني؟ قصدي تتجوز وتجيب عيال. يا جدع انت بقول لك ربنا بيعاقبني عشان انا بخطا وبسكر. عايز انا اعاقب مراتي؟ اعاقب صبر اللي انا بحبها. انت ايه ما بتحسش؟ انا نفسي في عيل مش نفسي اكسر مراتي. واخرب بيت العيال، يعني هم عملوا ايه العيال يا عم مخلص؟ ما انا عندي العيال، عملوا ايه؟ هم سابوني وطفشوا وراحوا عايشين مع نسوان اوروبا البيض. ان ما في حد فيهم حط في عينه حصوة ملح ولا جيب ابويا متعه شهر ولا اتنين. عيال جحدة. وتقفل لنا يا عم انت كمان بقى الاغنيه النكد دي. لا 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 وحتى ابوه ده اغنيه حلوه وجايه على الجرح. من تاني يا عبد. حول الله. من تاني يا عبد وعدنا ولا انت وغني يا تاني. خليني ابتسامة قومي الكلامة فرحة عينيا قلبي بياخدني رجب رجع. تفتكر يا نعيمة لو طولت اللي خطف ابني اعمل فيه ايه؟ انا رد بحكمك انت. لو طولته اعمل فيه ايه؟ تاكل كبده يا اخويا بسنان، ولو ما طولتوش انت اطول انا وانهش فيه كده زي الكلاب السهران. اه ما ده ليه؟ ده ابنك وضناك تعمل اكتر من كده. حلو. طيب بس بقى اشوف الواد الاحسن وحش. مش قبل ما اكمل كلام. هو في ايه يا محروس؟ مش تحمد ربنا يا اخويا الواد رجع بالسلامه؟ ثلاثه بالله العظيم يا نعيمه، لا علاك ونسر من جتتك نساير كده. لا ما قلت لي عملت كده ليه؟ هو في ايه يا محروس؟ هو انت اتجننت ولا انت بتعمل فيا كده؟ انت لسه شفت جنان يا مره؟ تخطفي الواد وتطلبي فدي مليون جنيه؟ بتهري قلبنا وتخربي بيتنا يا مره يا بنت الكلب. انا ما خطفتش حد يا محروس. كذاب. يا لا كذابه وبنت كلب وربايه واطيه يلعب عشان ما تتجوزت عليا. عشان ما تتجوزت عليا. ايوه عشان ما تتجوزت عليا يا محروس. ولا انت كنت عايزني افضل قاعده حاطه ايدي على خدي واتفرج عليك وانت في حضن البنت شادي؟ يا راجل حرام عليك حرام عليك. ده انا بموت نفسي عشانك يا محروس. اموت نفسي ومش بس اخطف وقت كمان يا معروف. عشت طول عمري خدامة ليك والعيال وعمالة اتفرج على اخوك مخلص وهو بيسرق حقك وحق عيال وعيالك عمالة تكبر والزمن يعدي ومستقبله مضيق وانت ساكت ساكت ما بتنطقش. يا راجل حرام عليك. ويوم ما ربنا كرمك يا محروس وفتح عينيك وشغل مخك اول ما تفكر يا محروس تتجوز عليا انا يا محروس. انا قلت يا بنت اخرسي اخرسي يمكن في يوم من الايام تحس وتفهم. انت ياما قلت لي يا محروس انك هتتجوز عليا والله العظيم حسيت ان حيطان البيت بتتهد فوق دماغي. بيتي اللي بنيته معاك بيتهد. ما قدرتش انطق يا اخويا ولا رد. والله ما قدرت ارد وما كانش قدامي غير ان احرق قلبك زي ما حرقت قلبي عشان تحس باللي انا فيه. تحرق قلبي يا نعيمه منك لله. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ابوس ايدك يا معروس. حسبي الله ونعم الوكيل فيك. ابوس رجلك يا معروس. اهلا بحضراتكم مره ثانيه مع اسره العمل الجميل بين السرايات. والحقيقه احنا شفنا مشهد دلوقتي ان كنا في الاستراحه بتكلم مع الاستاذ سامح على فكره عدم وجود نمطيه في اختيار الادوار. يعني الحقيقه شفت مشهد للفنانه نجلاء بدر. وطبعا الحقيقه انا لما شفت المسلسل هو بيتعرض انا اتفاجئت بنجلاء انها بتمثل الدور ده
واتفاجئت اكتر ان في مخرج فكر ان هو يغير النمط بتاع شخصيه نجلاء اللي تظهر بيه في الاعمال الدراميه واديها هذا الدور البنت اللي هي بتحاول انها ترتكب احيانا جريمه مع جوزها عشان خاطر تحتفظ بيه وغيره وغيره. الحقيقه الاختيار كان مهم، واللي انا عايز اقوله ان دي ميزه المخرج ان هو مش بيستسهل اختيار اي حد. مظبوط. الحقيقه يعني اخترت نجلاء بدري ازاي يعني في الدور ده؟ يعني الحقيقه دور الاختيار كان غريب. يعني انا باخد بالي دايما الممثلين في اعمالهم اللي هم بيقدموها بيبان من المشهد، حتى لو مشهد بسيط هو عنده حاجه بيعملها في المشهد ولا لا، عنده اخلاص ناحيه دوره حتى لو كان بسيط، بستشف في الموضوع كده. فحسيت ان نجلاء سيريس جدا في اختيارها، وهي بتمثل كمان دور المذيع، لان اعتقد المذيع برضو جنب ان هو يعني بيقدم، بس هي مذيعه في الاساس، هي مذيعه في الاساس، بس برضو في كاركتر هي بتعمله يعني اثناء البرنامج ده او البرنامج ده، كل برنامج وليه اداء اعتقد. صحيح. برضو فهي سيريس في الحته دي. فطبعا هي الفن قائم على التجربه والمغامره. فعملت مغامره وهي كانت على يعني على قد الثقه. نجلاء انت ما قلقتيش لما جالك الدور ده؟ انا بصراحه ازيك يا عمرو، اولا ازيك كلكم، ازيك يا استاذ جمال، مبروك. وطبعا استاذ سامح وقف معايا كتير قوي في الدور ده. لا انا عايز اعرف لما جالك الدور، انا لسه بتكلم على فكره اختيارك للدور، انت لما جالك الورق ده ما قلقتيش؟ ما قلتيش لا ده دور ده غريب عليا، ده اكيد مش ليا، ده جالي غلط؟ لا بالعكس خالص. انا كنت بتمنى ان انا اعمل دور مختلف عن النمط اللي دايما بيتعرض عليا، فبالعكس كنت متحمسه له جدا جدا كمان. يعني المشاهد اللي فيه بنت بلدي ولابسه لبس بلدي وبتتكلم بشكل معين، يعني اكيد درستي انماط للشخصيه، يعني شفتيها في حياتك اكيد عشان تلعبيه، خصوصا ان هو جديد عليك ما لعبتوش قبل كده خالص. انا بصي يا عمرو طول الوقت اول ما اتعرض عليا الدور ده كنت متابعه النوعيه دي من الناس، وبصراحه في واحده كانت في البيت عندي بصراحه كنت مركزه معاها قوي بطريقه لبسها بقعدتها بكلامها. ركزت معاها قوي في الفتره دي، والحمد لله. يعني الالم الضرب ده اللي انت ضربتيه من صبري ده حقيقي؟ الايه الضرب؟ حقيقي. هو في ضرب يعني مش قوي على فكره. انا شايفه اصله بيضرب بجد. هي واخده فلوس عشان تتضرب. واخده فلوس تتضرب. استاذ جمال عادي يقول ده انت واخده فلوس، يعني في اجر في الضرب لوحده. ده بينفصل استاذ جمال عن التمثيل على حسب كام قلم. يعني واخده دور الضرب ودور التمثيل. لا ما نعرفش هتتضرب ولا لا. الضرب كان حنين الحقيقه. هما الاثنين مش مركزين ساعتها في انهم هيضربوا بجد ولا لا. يعني هما بيخشوا في المشهد. عملت الدور من غير مكياج ومن غير ميك اب ومن غير، بصراحه انا بالنسبه لي كانت مفاجاه هايله يعني، ده الامانه يعني. والله انا بجد مبسوطه، وبجد كمان مش هنسى برضو باسم ساعدني برضو في الشخصيه قوي، مع ان مفيش مشاهد كتير ما بيننا وما بين بعض، لكن كان حابب دايما يحضر معانا في المطبخ ويقعد يراجع معانا. حكايه المطبخ ده كله، دخل المطبخ. الموضوع المطبخ ده موضوع خطير، بتعمل سكان لينا وفي اكل كويس في المطبخ عندكم هناك يعني؟ كان في شوكولاتات. شوكولاتات. انا اول مره في ان هم مسمينه المطبخ على فكره. عموما انا بهنيكي على الدور، وطبعا انت قعدتك متميزه، والحقيقه الدور ده عملتيه باتقان. مبروك الف الف مبروك. ميرسي يا عمرو قوي، كل سنه طيبين، ومبروك عليكم كلكم، بجد انا فخوره. مبروك يا نجلاء، كنت عامله دور رائع. ربنا يخليك يا رب. انا اللي مبسوطه جدا ان انا كنت معاك، ويا ريت نتجمع تاني ونفسي اشتغل بجد معاك يا سامح. ماشي ان شاء الله. طبعا خلاص يعتمد عليك يا استاذ. ماشي حاضر. طبعا دلوقتي انت هتكملي في التمثيل ولا هتكملي في تقديم برامج؟ انت مذيعه قديمه. لا بصراحه لا، هكمل تمثيل. انا قلتها كذا مره بس يعني في قناه معينه كده بحبها برجع لها كل شويه. انت عارفه. طيب يا ستي بس باسم ما تنساش، هنعمل الجزء الثاني علشان انا هبقى الزوجه الثانيه على روجينا حبيبه قلبي، هطلع عينيها. خلاص ماشي. ميرسي يا نجلاء، شكرا جزيلا. الحقيقه الفريق النسائي كله في الفيلم في المسلسل. لا الحقيقه الاسماء كلها يا استاذ سامح، انا عايز يعني عايز اذكر الاسماء. يعني مدام سيمون الحقيقه، سيمون عملت دور الحقيقه عوده قويه، وانا بقول لها مبروك يا سيمون، يعني انت رجعتي ورجعتي بقوه. صبري فواز طبعا، صبري فواز انا يعني بعتبره من زمان، لان انا يمكن اول واحد اشتغلنا مع بعض، كنت انا مخرج في مشروع التخرج بتاعي، فانا من زمان عارف قد ايه انه فنان كبير وقدير. والحقيقه بصراحه الادوار اللي عاملها واخيرا دوره هناك
نسرين امين، ايتن عامر، عمر. طبعا يعني محمد شاهين، طارق عماد، محمود حافظ، كانت جميله طبعا. استاذنا العظيم سامي عدلي قد ايه كان رائع وعظيم. مستوى ثاني الاستاذه سلوى عثمان، كانت سلوى عثمان. استاذه سلوى عثمان طبعا عملت مشهد جميل، عملت كذا مشهد. احمد محمود البيت ده كله، غياب الاستاذ عمرو عابد، عمرو عابد دراما، محمود حافظ وعلاء، غياب الاستاذ سامي قصر. سامي خلص تصويره قبل، كان خلص تصويره خلص. انا خلصنا احنا، خلصنا كان عمليه سلطان قوي من كرم ربنا عليه وعلينا. هما كان تعبان شويه في الاواخر، فهم اهتموا انه يخلصوا له شغله الاول، وهو كان على رايه متسلطن جدا، وكان حاجه جميله جدا الحمد لله والشكر لله. كان سعيد بالعمل، اظنه كان حاسس بيه قوي قوي، فاجئني قوي. انت يعني انا عارف انت عرضت عليه الاول دور استاذ، بعدين غيرت الاختيار وعرضت عليه دور تاني، مظبوط؟ قلت له ده يعني انت استاذ سامي هتقدر تعمله. كنا في بيننا صداقه من فيفا قطاطا كمان السنه اللي فاتت يعني، وكنت باخد رايه في حاجات كتير قوي في العمل ده يعني لكل الناس، وكنت بكلمه بيجي ساعات. كنا انا هو نتفق على الانتاج، الوحيد اللي عملت معاه الحركه دي اللي هو انت صحيت ولا لا، اقول له لا لسه استاذ سامي، طب استنى ما تخشش لما اجي، طب استنى، او يقول لي كده برضو استنى عشان احنا يعني كانت يعني الله يرحمه. الله يرحمه. نشوف مشهد الفنان الكبير الراحل سامي العدل. وان مع السيد محمد البنا. تنفع المصوره دي ياما؟ اه يا حبيبي تنفع. وجيب لها بقى خدمة النسر منين؟ أنا النسر اللي هطير يابا. أنت بتهزر؟ روح أمك. ما تقوم يابا تنزل تيجي معايا التحرير. أنا تحرير فين؟ جد ما تبقاش عبيط. طب تنزل دلوقتي العساكر هيخرشموك ويدوكوا على قفاكوا. ها؟ وهترجعوا قفاكوا أما الرئيس ده لو رجعتوا. يا أخويا سيبه يتفك، يمكن البلد صريح تتغير على أيديهم. شغل أولياء في العالم، ده أنت أول واحدة تروح فيها لو حصل له حاجة. يابا يابا ده انت مشوك من المصنع من غير مكافاه، رموك في الشارع من غير لمعاشات ولا تامينات، انت اول واحد الفساد طالك يابا، وكل المظاهرات دي بتحصل عشان ترجع لك حقك. اسمعني يا علي يا ابني، الشعب يريد اسقاط النظام، ده كلام متفبرك في اي سفاره اجنبيه. الشعب يريد دي، مين اللي بيقول الكلام ده؟ احنا ما بنقولش كده يا علي، احنا بنقول يا عزيزي يا عزيز كوبا تاخد الانجليز. كنا بنقول سيد مرعي يا سيد بيه، كيلو اللحمه بقى بجنيه، افهم. طب فاكر يابا لما تعبت وكنت محتاج تغير شريان ودخنا بيك على المستشفيات عشان نلاقي سرير، وبعنا اللي ورانا واللي قدامنا؟ يا علي اسكت بقى، ما تفكرناش بالايام دي، ودي حاجه تتنسي يا ابني؟ يابا كل اللي بيحصل ده عشان كده، عشان اللي زيك واللي زيي لما يعي ويلاقوا سرير نضيف يتعالجوا عليه. ايوه صحيح يا علي، والنبي تقول لهم على الخشونه اللي في ركبتي، قال لما موتاني. اسكتي يا ولية اسكتي، واعملي العلق. قومي يا علي يا ابني، قوم ربنا يكرمك. خد يا ولدي، ايه خد بالك من نفسك. خد يا ولدي علي العلق اهو. حقيقة طبعا ربنا يرحم الفنان الكبير سامي العدل، اكيد يعني رغم مرضه انا حاسس ان هو كان عيان وهو بيصور، بس واضح انه كان حريص يا استاذ جمال ان هو يكون بيكمل شغله. مسؤول. هو شخص طبعا مسؤول، وزي كل الفنانين بيهتموا جدا جدا حياته كلها انه يبقى موجود في ساعه يعني هو شغله. فالراجل حتى هو انقذ لنا الدور بتاع حاره اليهود، ما كانش دوره اصلا، ورغم تعبه الراجل هو كان موجود معنا بين السهرات، بس عمل هنا دور انقاذ لموقف بتاع حاره اليهود. والحقيقه ان يعني بص سامي لا يمثل بالنسبه لنا احنا كاسره مجرد اخ كبير، بالعكس هو صاحب الفضل الاول والاخير علينا في ان نخش المجال ده، وهو اللي علمه لنا وهو اللي دفعنا فيه وهو اللي وقف جنبينا لغايه لما بقينا عندنا فيه كاتب وفيه مخرج وفيه حتى الاجيال اللي طالعه، يعني اولادنا اللي طالع منهم سيناريست وطالع منهم مخرج واللي طالع منه. اعتقد ان الدور الرئيسي والاصلي فيه كان لسامي العدل، مش مجرد اخ كبير، هو الكيان الاصلي بتاع شركه العدل جروب هو سامي العدل. صحيح. عايز اروح لحضرتك مع حضرتك في الديكورات، الحقيقه ديكور بين السرايات، احكي لي يعني اتعمل ازاي، وهل ده صورته في الاماكن الطبيعيه ولا ده ديكور انت عامله؟ بص بين ساعه سجن النساء لما عملنا بنينا السجن بتاع سجن النساء عشان يبان الموضوع بحقيقه وحقيقي، ده عمل لنا نقله شويه في الشركه، ان احنا لما جينا مثلا بين السرايات او حاره اليهود بنينا ديكورات على فدادين بنبني الحي نفسه، وكان الباشمهندس اسلام يوسف احنا قدامنا الديكور اهو يا استاذ. يا ريت ده كل ده ديكور. شوف ده فدادين كامله احنا بنينا العمارات دي والشوارع والبيوت
كل ده مبني كل والبيوت بتاعت الناس والمكتبات كل الحي معينه حي بين السرايات مستغرب في التفاصيل كان قوي برضه يعني. بس دي يعني دي استاذ جمال استاذ سامح دي تبقى الاصل بين السرايات تقريبا ده غير ان احنا صورنا شباب بين السرايات شويه انما كل التصوير شخصيا ده كل العمارات دي بيقرب للواقع يعني عامل واقع افتراضي برضه حي كامل بتاع بين السرايات الشقق بكل حاجه يعني مش مجرد احنا ليه بنقول كده عشان نقول للناس ان احنا بنشتغل بجد يعني مش فكره بنصرف ولا لا احنا بنعمل حاجه عشان تبدو بجد عشان توصل للناس بجد بس ده اكيد يعني تكلفه انتاجيه كبيره يمكن يعني اللي فاهم في الانتاج يعرف ان الخدمات الانتاجيه والديكور هنا بتكلف تكلفه كبيره قوي ده عشان يتصور يعني انت باني انت باني حي كامل ما هو كمان محمد سمير ومنى البدوي دفعوا كويس بجد ما انا بقول لك انا عارف محمد سمير والدكتوره منى بيختاروا صح لا هم اختاروا معايا والله من الاول يوم هيك المشروع عجبهم جدا يعني بس انا عايزين مش فكره صرف انا مش عايز اقول للناس صرف قد ما احنا عايزين ايوه بس مين منتج النهارده ممكن يعمل ده الحقيقه تفصيل الشقق جوه الشقق من جوه كمان يا استاذ جمال حاجه بحق وحقيقي يعني دي كمان انتوا بانيينها ده بانيينه وكلفينه وفرشينه وكل حاجه وفي حاره اليهود على فكره وفي حاره اليهود عملنا كده برضو حاره اليهود دي كلها مبنيه برضو بعماراتها بشعب كل حاجه طب بعد التصوير دي هل ممكن يتم الاستفاده بيها اكيد ده ممكن يتم الاستفاده انما سجن الناس هديناه وبنينا مكانه ده انما ده ممكن يستطعم الاستفاده بيه جدا ده اظن سهل لك يا سامح شغلك يعني اكيد انت بتصور في ديكور مجهز طبعا في فرق بين الديكور الايجار والديكور المجهز طبعا الاستغراق زي ما هو للممثل للناس اللي ورا الكاميرا بس نشيد بقى باسلام يوسف قوي اللي هو عمل لازم نشيد باسلام يوسف شغالين شباب الاكسسوار كده بس شاطر جدا الديكور بيبقوا كمان نفس الريفرنس وصل لهم ان احنا نوصل بشكل حقيقي الاول للناس فبالتالي الممثل بيبقى مستغرق جدا في الشخصيه اللي بيعملها برضو الاكسسوارست كمان او حتى بتاع الشريو او التغيير العدسات بيبقوا برضو في نفس هذا الاستغراق عشان يعني يوصل يعني بس الموضوع مش فلوس ممكن تدي المهندس ديكور امكانيات بس عارفش يعمل ده بالظبط يعني تدي له فرصه انه يبدا يعمل حاجه ضخمه بس هو كمان مهندس شاطر جدا عشان يعمل ده يعني احنا كنا بنخش الديكور كنا بنحس ان احنا داخلين الحي بتاعنا بالظبط يعني. كده مش فبقينا جزء من الحي من غير ما نحس ولذلك انا بحس ان المسلسل اول مسلسل اشوفه كاني بغوص جوه الشارع او بغوص جوه الحي اللي موجود كمان كان اسلام هو المسؤول عن الملابس يعني هو اللي ملبس كل كاست العمل وكان عنده رؤيه الهدوم والخلفيه الستايل بتاع لبسك البلوفرات كنت تلبسها بتاعت الجامعه كل اللبس بتاع كاست المسلسل اسلام يعني لازم يخش لكل ممثل وهو بيلبس ويتفرج عليه ويشوفه ويشوف الحيطه مثلا لو ورانا بني ما ينفعش تلبس بنيات تلبس اخضر يعني كان في نقاش دايما حول الحاجات دي حد بيحب شغله جدا وهو زي ما كنا بنتكلم يا استاذ جمال هو الموضوع مش فرد او انتاج بس او تمثيل بس هي لا منظومة كاملة من اول المخرج بجد وبحب ولازم تكون بتحب الشغل اللي انت بتعمله عشان ربنا يكرمك فيه وتتعب بس الحقيقه انا بحيي الانتاج بجد انا راجل انا افهم في الانتاج كويس طبعا اللي معمول ده انتاج ده بنسميه البيج برودكشن ده الانتاج الكبير يعني ده الانتاج اللي هيتطور شغلنا بقى يعني انا فاكر التلفزيون زمان جمال لما بنى الحاره بتاعه حلوان المسلسل الباقي من الزمن ساعه كان انجاز كبير ان التلفزيون يبني حاره حلوان جوه استوديو مصر لما بنت الحاره في استوديو الاهرام واستوديو نحاس وده كان انجاز وعدنا على فكره نصور كل الاعمال على مدار ال 30 سنه اللي فاتت في الحارات دي ونغير فيها في استوديو مصر فانت تيجي تعمل ده يعني معانا كمان عايزين نقول للناس يا استاذ عمرو ان الموضوع بتاعه دايما هم معتبرين ان شغلتنا مجرد النجوم ويسرى وعادل امام ضروري يفهموا ان دي صناعه كامله كبيره فيها نجارين والترزيه وخياطين ومبلطين وتوحد يعني بس الاعمال دي مش مجرد النجوم اللي احنا بنحبهم وسلام على الاقسام دي لما بتحب بالزبط. الشغل كمان بيقولوا اراء جميله صناعه كامله صناعه كبيره صحيح. كامله قسم التصوير برضو كان اكتر من رائع طبعا. عندنا يعني عز. عملوا مجهود عز والناس اللي معاهم وحتى الممثلين دول بيشوفوا نتيجه شغلهم من خلال كل الكاست الموجود مش طبعًا. من خلال المخرج وبس بالظبط ده كمان عامل الكاميرا والمعرفش ايه كل الجو العام مهيئ للمبدع زي ما بيقولوا وبيديك دافع انك تعمل صحيح. اكتر واحسن جو عام ومعانا مبدعين جامدين فخلاص وفي حاره ثانيه برضه حاره اليهود معموله على نفس الموضوع ده طبعا هتلاقي المهندسه صحيح انت قاعد مع مؤسسه متنقله قديمه فنان كبير طبعا فنان كبير العدد كلهم ناس محترمين نطلع الفاصل نرجع تاني نواصل هذا الحوار الجميل مع اسره مسلسل من اجمل مسلسلات رمضان بين السرعات قدر راس محروس يا وش السعد
اهلا وسهلا بالضريبه الكبار. انت محروس؟ انت اخويا ابن امي وابويا؟ انت اللي بتسرعني بتدخل على عيالك وبيتك فلوس حرام؟ ده اللي اتعلمته من سواتك ودينك؟ بتبيعني لسعيد؟ بتبيعني لاخوك لسعيد؟ سعيد اللي انا اعمله دفتر توفير؟ سعيد اللي انا اعمله جمعية حتى انا كونته؟ امي هلا بتبيعني لده؟ ايه 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 ده بس يا مخلص وانا هفهمك كل حاجه والله. فهمني ايه؟ ما انا فهمت كل حاجه. ايه انت ما فهمت يا اخي؟ معقول؟ بص لمنظرك، بص لعينك والخوف اللي طالع منها. يا ريتني موت ما شفتكش مكسور وانا مسرور كده. يا ريتني موت يا اخي، يا ريتني موت ما شفتكش بالمنظر ده. انت بقيت في حالي قد كده، قد كده. هقول لك والله يا مخلص، ما تقولش حاجة! انت تسكت خالص! اسكت! والله كنا هنبطل يا راس مخلص! كنا هنبطل! طب قول لابوك وامك ايه؟ قال لهم اخويا الكبير القضبة بيسرقني! بيسرقك يابا! بيقف في ودني يا سعيد! قول له ايه؟ قول لابويا ايه؟ انا هصارحك بكل حاجه والله يا اخويا. تصارحني؟ والمكنه دي مين اللي جابها؟ المكنه دي مين اللي جابها؟ انت اللي جبتها يا معلم محروس؟ جبناها شركه انا وسعيد. انت وسعيد؟ مخطط ومهندس ولا مين اللي جابها؟ جاي اشوف الموت في عينيك انت لابس البدله الحمراء. اطمن، انا بموت كل يوم مش مستني بصه الكوره اللي في عينيك دي. عارف يا عادل، انا اتعلمت الحب على ايدك، وعلى قد ما حبيتك على قد ما كرهتك. عارف لما كنت بشوف الناس بيقعدوا يتشمتوا في بعض كنت اقعد اقول لي كده، لا هم لا شماته، بس تصدق دلوقتي عذرتهم. بس الشماته طلع طعمها حلو قوي يا عادل قوي. قوم امشي يا شادي. اخس عليك يا عادل، انا ما صدقت انك توافق على الزياره، بس تخسر فيا حبه اقعد اتشمتهم فيك يا اخي؟ ده انت واخد حته من قلبي. انت فاكر نفسك قتلت ابويا بس؟ لا، انت قتلت ابويا وقتلت اخويا وقتلت امي وقتلت اختي كمان. انا فتحت عينيا وانا عيله صغيره ما لقيتش قدامي غير. انت فاكر انك كده هتصعب عليا؟ لا يا عادل، لسه مش بعت الشمته فيك، عشان كده هاجي لك تاني. بس والنبي هترفض الزياره، وخلي بالك انا مش هاجي لك ايدي فاضيه. انا هجيب لك معايا سجاير واكل وشرب وكل اللي انت عايزه، وهفضل ازورك لحد ما ينفذوا فيك حكم الاعدام. بس لما اطلب زيارتك والنبي يا عادل وحياتي عندك ما ترفض. قومش يا شادي يا ابوس ايدي. اوعى ترفض ونبي يا عادل عشان خاطري. ها؟ قوم امشي. الزيارة انتهت يا نبي. ماشي يا عادل، انا همشي. رجعنا تاني، وزي ما شايفين الفنان الجميل محمد شاهين اداؤه المتميز. محمد شاهين من الفنانين الجمال جدا، وادوارهم يعني فيها تنوع كبير ما بين الكوميدي والتراجيدي. هنا دور مختلف، دور عادل. معانا الفنان محمد شاهين عشان نقول له مبروك. مبروك يا محمد.
الله يبارك في حضرتك، ميرسي جدا، وكل سنه وانت طيب، وكل الناس الموجودين طيبين، والناس برضو اللي بتتفرجوا على البرنامج طيبين، ومتأخر عليكم الناس اللي قاعدين كلهم. ومعلش انا اسف ان انا ما عرفتش اجي، عشان بس انا عارف الكل في المصيف، الكل في الساحل. المره الجايه هنعمل البرنامج في الساحل. لا والله مخلصين شغل يوم 28 رمضان تقريبا، فيعني اللي هو لحقنا بس ناخد اجازه بقى. كل سنه وانتم طيبين. قول لي بقى دور عادل، يعني استاذ سامح عمال يكلمني يقول لي محمد كان دوره رائع، الناس كلها بتشيد بيك الحقيقه. انت شايف الدور ازاي؟ تعاملت معاه ازاي؟ حديده يا ريس. استاذ سامح اسمه حديده؟ عادل حديده. عادل حديده. اه استاذ سامح اصلا يعني بيدخل حتى اللوكيشن، يعني بس يعني مش موجود شاهين، ده هو يا حديده يا على طول يعني. فالراجل بصراحه مدخلني في المود من اول ثانيه بصراحه يعني. الدور كان صعب. اه في 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 مشاهد، هو الدور كله يعني انا اول مره اعمل بالطبيعه في الدور ده، اول مره اتعامل بيها يعني. والحمد لله يعني ان هو الناس يعني يعني شايفين ان هو كان كويس يعني، الحمد لله يعني. وطبعا الاستاذ سامح اصلا كان معانا طول الوقت، فيعني متشكر يا ريس والله حقيقي يعني. لا انت عملت شغل جامد يا محمد. مش يا استاذ والله، يا ربنا يخليك. معاك باسم سمره ومعانا سيد رجب وسيد جمال العدل. الله يبارك فيكم يا رجاله، وكل سنه وانتم طيبين. استاذ سيد مبروك يا ريس. ربنا يخليك يا حبيبي. ربنا يخليك. استاذ جمال العدل معانا. استاذ جمال العدل معانا. جمال كل سنه وانتم طيب ومبروك. السلام يا حبيبي، ربنا يخليك. انا بهنيك يا محمد، ودايما كده متفوق وجميل، وان شاء الله نستمتع بيك بكل الاعمال الجميله بتاعتك حبيبي. ربنا يخليك. ميرسي جدا، وكل سنه وانت طيب. وانت بألف خير. طيب الحقيقه كمان المزيكا يعني عملها خالد داغر قد ايه كانت جميله، وكانت معبره جدا عن عن الاحداث وصدقه. عمل فكره حلوه جدا، عمل فكره التدريب. اه فكره التدر بتاعت المزيكا، ان انت تعمل حاجه وبرالي وبعدين تقوم قلب على حاجه شعبي، كانت حاجه جميله. اصعب مشهد بالنسبه لك كان ايه بقى؟ اصعب مشهد بص، كل اللي كنت انا قلقان منه دايما كنت اتناقش مع سامح، اللي هي حته التحول دي، ان هو مخلص اللي احنا شايفينه ومسيطر وبيفكر دايما في البيزنس، ان لما يحصل له كارثه ان هو قتل وفي دم في رقبته هنعمل ايه. فكنا دايما، وكان دايما يقول طب بس اصبر لما نقرب للمرحله دي. انا في دماغي كل حاجه هدا، وكنت اكلمه في التليفون واكلم احمد عبد الله، لغايه اول يوم صورناه في المرحله دي انا كنت داخل مرعوب كان اول يوم تصوير ليا. وقلت له يا سامح انا خايف وحاسس ان الكاركتر يمكن هربان مني، قال طب بس تعالى نتصور. وهو بقى لما بيعجبه مشهد بيقول في الميكروفون يعني، زي يكون في فرح بيعمل تحيه يعني. فقال لي لا تمام، وانت عامل شغل كويس، وركز بس في اللي جاي وبتاع. الشغل مع سيد رجب برضو كان ممتع جدا. ربنا يخليك. الشغل مع روجينا في مرحله عندنا بيبي، يقوم ياخدوا مننا البيبي تاني، كان مشاهد مؤثره وصعبه. في الفرح لما اتجوزت عليها وهي اللي مجوزاني، ورحت للعروسه فقالت لي لا روح اقعد بقى مع مراتك القديمه شويه، ده كان مشهد مؤثر يعني. هو دايما مش عايز اقول صعب قد ما هو بيبقى ممتع لما بتمسك الشخصيه. لا انت بتستمتع بالادوار الصعبه، نفسك بتستمتع وبتحس ان انت عملت مجهود وقدمت الرسالة بتاعتك اللي انت عايز تقدمها بشقة وتعب وبحب يعني. ساعات مشاهد كتير بيبقى زمانها ضعيف مثلا، مش يعني هي بتؤدي لزمن قوي. لا باسم بيحب يعمل ليها، يبقى ليها حاجة مهمة ان انا نقبض منها حاجة زمن قوي، هو بيقعد يدعبس في المشهد كده. هو ايه العناصر الفنية لما تكون متكاملة طبعاً. انتاج طبعاً. جميل ومتكامل مع مؤلف رائع ومخرج عظيم وفنانين كبار، الحقيقة المنظومة كلها بتؤدي، لازم تؤدي لعمل حلو وجميل استحق احترام الناس طبعاً. وتقدرهم. عشان كده اسمحوا لي ان انا يعني بالنيابة عن قناة الحياة الله. ان انا اشكركم جدا، وان انا اقول لكم ميرسي على اللي انتم قدمتوه. وابدا الاول استاذ جمال عدل المنتج الفنان، لان الحقيقة انا باسم الحياة بشكرك، اللي انت عملته جميل، أسريتوا شاشة الحياة وأسعدتونا جدا في رمضان بعمل محترم وقيم ونال احترام كل الناس الصغيرين والكبار بيتفرجوا عليه ومش مكسوفين لأنه بيشوفوا عمل فني جميل. مبروك يا زلمة. درعين درع الدوري. درع الدوري. طبعا مبروك على درع الدوري، وبنهني الزمالك طبعا يعني.
الفنان القدير سيد رجب. مبروك زي ما قلت حضرتك جداً. انت فنان عظيم وكل ادوارك جميله وبنهنيك على كل حاجه وعلى حاره اليهود كمان كنت اكثر من ميرسي خالص شكرا يا سيد. المخرج العظيم سامي عبد العزيز بجد يا سامي انت يعني انا شهادتي معاك يعني مش مجروح لان انا بقدرك كمخرج بس انت فعلا من رواد الواقعية الجديدة يعني مبروك ودايما بتمتعنا بعملك الجميل ميرسي جدا ميرسي مخرج حقيقي الفنان الكبير باسل سمر حبيبي كل اعمالك الجميلة والحقيقة بين السرايات اضافة فباسم الحقيقة بقول لك مبروك اسعدتنا واسعدت الجمهور الحقيقة في رمضان شكرا يا دكتور عمرو ميرسي اول ذوق الحقيقة هذا الدرع انا كنت اتمنى ان انا اهديه لصاحبي كنت اتمنى ان يكون معانا لكن زي ما قلت في بدايه الحلقه هو في مكان اجمل بكتير من اللي احنا فيه ان شاء الله دي لروح النجم القدير الراحل سامي العدلي باسمي وباسم قناه الحياه تكريما لي على مجمل اعماله واخرها بين السرايات وحاره الامن اسمحوا لنا احنا يعني برضو عايزين نحتفل بالمسلسل فاحنا عاملين كده من فضلكم دي تورتة بين السرايات وتتاكل على فكره يعني قابله للاكل شوف بقى باسم بيحب التورت قوي العيال اكل صرتي خد صورتك وفي محمد شاهين جنبك ناخد ممكن ناخدها دليفري ولا دليفري قوي يلا وسيد رجب اهو منور اهو جميل اتفضل وابعدوا عن سامي كل عام وانتم طيبين كل سنه وانتم طيبين وميرسي لذوقك يا دكتور عمرو ميرسي ليكوا بجد انتوا امتعتونا في رمضان عشان الناس تاكلها يعني احنا انا منتظرين بقى السنه الجايه باذن الله يا حبيبي منتظرين عمل جميل يجمعكم مع بعض ان شاء الله باذن الله بدون مقاطعه الله بشكر جمهورنا الجميل اللي كان معانا النهارده في حلقه بين السرايات بنحتفي بالاعمال القيمه الجميله اللي اتقدمت في الحياه واللي خلت الحياه نمره واحد هي ان شاء الله مستمره نمره واحد غدا لعبة إبليس وكروه العمل الجميل والفنان الجميل يوسف وأسرة عمله الحقيقة يوسف الشريف عمل جميل في لعبة إبليس كل الزملاء في رمضان كل الحقيقة في أعمال كتيرة تستحق الإشادة طبعا من الجمهور يوسف الشريف غدا في لعبة إبليس في بوضوح استنونا تصبحوا على ألف خير مش هي وفرحانين